خلينا بقى نروح لقصة الحقيقة مؤلمة جدا، يعني كنت أتمنى إن ما تحصلش عشان الواحد ما يقولهاش. الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة كان رايح يحضر في قصر محمد علي فعالية فيها موسيقار عالمي كبير كنوع من الدعم، وابنه كمان اللي منظمها كنوع من تنشيط السياحة، ما بنجيب فنانين كبار وموسيقيين عالميين علشان على الأقل نقول إن إحنا لسه بنحب الثقافة، أو على الأقل نقول إن هذا وطن آمن زي ما قلنا قبل كده، وإن البلد فيها رمق وشغالة، بنجيب الناس دول عشان كده. فالمطلوب من وزارة السياحة ووزارة الآثار إنها تدعم مثل هذه الفعاليات بكل إمكانياتها، لأن اللي حصل قبل كده مع يانيو، اللي حصل قبل كده مع كذا حد، مورجان فريمان والكلام ده، إن إحنا ما استغلناش هذه الزيارات بشكل كويس. إذن المطلوب لو انت حتى مش هتستغلها وتروج لها، يبقى يا عم ساعدهم ينظموها. لكن اللي حصل انه وزاره الاثار والمسؤولين في وزاره الاثار، لما الفنان عبد الرحمن ابو زهره اعترض على شويه حاجات موجوده في التنظيم، لبسوا الراجل هذا الفنان القدير تهمه كبيره جدا ودخلوه الاسم، قعد لخمسة الصبح. تعالوا نسمع التفاصيل من نجل الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره اللي مش عاوز يتكلم خالص واللي حاسس بحاله بالاستياء، لكن خلينا نسمع من ابنه ايه اللي حصل من الاستاذ احمد عبد الرحمن ابو زهره. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور. اتفضل يا فندم. ممكن تقول للناس القصه كامله اللي حصلت في قصر محمد علي؟ شوف حضرتك، علشان سمعت المقدمه اللي حضرتك لسه قايلها، انا في البدايه عامه لازم اشكر وزاره السياحه، لان هي في البدايه وزاره السياحه هي اللي دعمت فكره المشروع ده اصلا. لا انا بتكلم عن وزاره السياحه عموما، بتكلمش في الواقعه دي، انا عارف الواقعه دي تخص وزاره الاثار يعني. لان هي وزاره السياحه اللي يعني اللي دعمت المشروع وجابت الراجل وتكفلت بزيارته كامله من هو والفرقه بتاعته، من طيران واقامه وانتقالات وكل شيء. والحقيقه ان احنا عملنا كانت حفله ناجحه جدا في الاقصر في ختام مؤتمر السياحه هناك يوم 1 نوفمبر، وبعدين رجعنا على القاهره يوم 2 نوفمبر وكانت الحفله المختلفه. طب بس ممكن تقول للناس قيمه الموسيقار اللي كان موجود ده ايه؟ قيمته بس عالميا ايه عشان يبقوا فاهمين؟ هو الحقيقه ده يعد يعني من اعظم عازفي الكمان في تاريخ الموسيقى يعني بصفه عامه. يعني هو الحقيقه من الناس اللي يحمل يعني معاه اله كمان عمرها 460 سنه، يعني اثر. يعني اثر في ايده اله اسمها اماتي. الاله دي ثمنها مش هقول يعني كم مليون دولار، يعني ارقام فلكيه يعني. المهم فراجل بالقيمه دي لسه جاي لنا على مصر. منين جالنا؟ من اليابان. ليه؟ لانه كان في اليابان بيكرموا الامبراطور الياباني وبيديله اعلى جائزه في الموسيقى للعالم، وهي تعادل جائزه نوبل، لان نوبل ملهاش في المزيكا، ملهاش يعني مفيش جائزه نوبل في الموسيقى. فاليابان عملت جائزه زي نوب بس للموسيقى. تمام. ولسه واخدها. ملكه انجلترا كرمته، يعني مكرم تقريبا في دول كتيره جدا في الغرب. وانت نسقته وجبته يا احمد هنا بالظبط. وانا نسقته. طب مين بقى كرمه؟ مين استقبله؟ مين استقبله من الوزراء؟ لا خلينا اقول لك كمان حاجه. ده هو دلوقتي بيحتفل بمرور 70 سنه يعني على ميلاده و20 عام على الاوركسترا. طيب يا استاذ احمد، انت بتشكر وزاره السياحه ان هي دعمت الاستضافه، لكن انا من حق عيب على وزاره السياحه ان ما حدش يعرف اي حاجه عن هذه الزياره اصلا. يعني المهم، فهو مين استقبله بقى يا احمد هنا؟ هو قرر انه يعمل تور في اكثر من دوله، 35 دوله. بمناسبه 70 سنه على ميلاده، خلاص؟ فالعالم كله اهتم الحقيقه بالموضوع ده. ما جاوبتنيش برضو مين استقبله في مصر يا استاذ احمد؟ لا ما فين؟ استقبله فين؟ مين استقبله وهو نازل مصر في المطار؟ لا ما فيش استقبله، موظفين من وزاره السياحه. طيب متشكر جدا، هو ده المعلومه اللي احنا عاوزين نوصل لها. المهم، فالمهم لما حصل ان هو قرر، كلموني الاوركسترا وقالوا لي احنا عايزين، علشان ده تور تاريخي بالنسبه لنا، وعايزين نبداه من البلد بتاعت مهد الحضارات، فعايزين نبداه من مصر. تمام. وبعدين هننطلق على 35 دولة في السبع شهور اللي جايين. فنبدأ من مصر. قلت لهم أنا تحت أمركم وننظم التور في مصر، وعايزين كام دولة عربية بعد كده، وبعدين ينطلقوا على شرق آسيا وبعدين على أوروبا وكذا. المهم فبدأنا، فكانت فرصة يعني إن الحقيقة وزير السياحة اهتم جدا لما عرف القصة دي وقال
خلاص وكمان نقدمهم في المؤتمر بتاعنا ونستغل الفرصه ان هم موجودين ونقدم شيء راقي لضيوف المؤتمر. وده تم كان يوم 1 نوفمبر زي ما حضرتك. بعدين انا قلت لهم هي لازم ننظم حفله في القاهره، يعني ما ينفعش يجي مصر وما يجيش القاهره. ومكتبه اسكندريه برضو طلبت حفله واخدتها، وعندنا الحفله بكره ان شاء الله في مكتبه اسكندريه. ايه اللي حصل بقى في المشكله؟ امبارح بقى كنا المفروض يعني دورنا على ايه القاعه اللي تبقى متميزه، خاصة ان احنا قلنا نستغل وجوده في مصر لتنشيط السياحة. راجل قيمة دي، وكمان معاه تيم اعلامي من تلفزيونات بره جايين يعملوا دوكيومنتري او فيلم تسجيلي عن رحلته اللي بتبدا من مصر. تمام. وهو ده الحقيقة الدافع اللي خلى وزارة السياحة تتحمس لتغطية النفقات يعني علشان الفيلم ده بالذات. تمام. المهم فقلنا طب لازم يعمل حفله في القاهره وتبقى كان اثري كمان يتصور ويبقى شيء رائع ويتقدم في الفيلم ده، دي تبقى احلى دعايه لمصر. اخترته؟ اخترنا قصر محمد علي في المنيل، والكلام ده من حوالي ست اسابيع. كنت انا قاعد في مكتب الاستاذ هشام الدميري رئيس هيئه تنشيط السياحه وقلت له ايه رايك، فهو قال لي لا مفيش مشكله انا اكلم دلوقتي. تمام، خلينا ندخل بقى على المشكله على طول. انت نسقت كمان زياره السفير الالماني. طبعا الحقيقه السفاره الالمانيه لما سمعت ان الفنان ده جاي اهتموا جدا وقالوا لي احنا عايزين نبقى برضو نرعى الحدث ده معاكم، وعملوا له ريسبشن كبير في بيت السفير اول امبارح كنا هناك وعزموا ناس يعني من المجتمع هنا. طيب فرحنا بقى، قول لي ايه اللي حصل بعد اذنك. جينا امبارح انا تعاملت مع وزاره السياحه، يعني انا شركائي في المشروع ده هي وزاره السياحه. فوزارة السياحة انا تقدمت لهم طلب انهم ان احنا نحجز قاعة، يا جماعة احجزوا قاعة محمد علي، قصر محمد علي، قاعة ذهبية لعمل الحفلة دي. وطلبت منهم في نفس الوقت قالوا لي طب الدخل ده، انا قلت لهم انا عن نفسي الناس عايزين يتبرعوا واحنا نتبرع بالدخل ده لصالح صندوق تحيا مصر. فقمنا بزيارة اللي هو اكرم النشار واتفقنا معاه، والحقيقة رحب جدا واهتم وكله تمام. كل ده جهد مشكور. قول للناس بقى ايه اللي حصل. جينا بقى رحنا فقلنا طبعا احنا قال لك احنا انا لما رحت بصيت على القاعه لقيت انها ممكن تاخد حوالي 500 كرسي. انا من نظرتي كراجل بينظم حفلات في كل حته في العالم يعني. فبصيت، بس انا طبعا ما اعرفش يمكن ايه الاثار، ولكن بصيت عليها فقلت ده ممكن نحاول ناخد 500. بعد كده اكتشفت ان لا ده ممكن يبقى في مشكله، طب نقللهم. طب ما علينا. المهم احنا قلنا ايه هنعمل مثلا نطبع 200 تذكره والباقي 40 كده ندخلهم دعوات وتبقى حاجه يعني اكسكلوزيف. تمام تمام. فجبنا جينا بقى يوم تنظيم احمد حفلة. انا استاذنك المشكله على طول بقى عشان احنا ايه قدمنا في المقدمه. انا دخلت بقى انا داخل على المشكله. فجينا بقى واحنا بننظم امبارح تحضير الحفله وبعدنا جبنا الكراسي وكده وجايين بيدخلوهم، فقال لك لا يا جماعه ممنوع تدخل اكتر من 200 كرسي. الساعه كام؟ الساعه 5 والحفله تبدا 8. فقلت لهم لا يا فندم احنا ما نقدرش لان القاعه تاخد اكتر، وزائد ان في يعني ناس جايه وتم الاتفاق وانا معايا اتفاق مع وزاره السياحه بحتى ب 500 فرد. تمام. ايه اللي حصل؟ فقال لك لا مش احنا هنمنع اي حد هيجي واكتر من 200، وكمان ايه بقى؟ قال لك ده مش 200 فرد، ده 200 كرسي. يعني قال لك انت عندك 25 كرسي على الستيج يتحسبوا، عندك 30 كرسي حطيناهم. يعني ده سوء تنسيق. ايه اللي بعد اللي حصل بقى مع الفنان عبد الرحمن ابو زهره نفسه؟ لما لا ده الفرقه الاول، ده لما دخلت الفرقه وبقول لحضرتك جوه دخلوا. طب انا بس بأذنك يا احمد نسرع بس عشان الوقت بتاعنا. طيب دخلوا عشان الكراسي كنا حاطينها لهم ارتاحوا عليها، راح شايلينها. الكراسي دي اختفت. فجماعه الفنانين يقعدوا فين قبل ما يطلعوا على المسرح؟ ما يقعدوا في الارض، يقعدوا في اي حته، احنا مالنا؟ الراجل جه يقعد على كنبه عمرها يمكن 180 سنه او 150 سنه، ما اعرفش اللي هي في قصر محمد علي عمرها كام سنه، جه حط الكمانجه اللي عمرها 460 سنه عليه، يقول له شيل الكمانجه دي، ده اثر. اتفضل قوم. اتعاملوا اسوأ معامله الفنان. ما علينا، كل ده جوه القاعه. جت الساعه 8 الجمهور جه وكان في فاضل 12 فرد والقاعه لسه فيها اماكن. وجم قفلوا قال لك ما حدش هيدخل. فالناس طبعا اتضايقت جدا وبدات. المهم انا طبعا اللي اكتشفته بقى وانا هناك حضرتك ان في كلام اتبلغ لمعالي وزير الاثار
ان انا قلت اتقال على لساني وده طبعا ما حصلش، وان انا سبيته وطبعا انا عمري ما هعمل كده في حياتي، وان انا قلت كلام غريب جدا. فبالتالي لما بابا وصل الحفله اللي عرفته ان مدير القاعه هو اللي بلغ الكلام ده، فبقول لي بقول رحت لبابا بقول له تخيل الاستاذ بيقول ان انا شتمت وزير وسبيت وزير الاثار وكذا. فبابا قال له لا ابني لا يمكن يعمل كده. المهم يعني احتد النقاش والجمهور بيضغط وعايزين يدخلوا وهم قافلين الباب وحصلت المشكله. أنا طلبوا الشرطه ورحتوا على القسم. لا دخلت انا كان يهمني الحفله تخلص. المهم الحفله خلصت لقينا في محضر وفي شرطه وخدونا بعد الحفله ما خلصت، والناس طبعا الفرق بقول لحضرتك خرجت مستاءة جدا فورا، ودول خدونا على القسم وخرجنا منه الساعه تقريبا واحده. يعني الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره بكل عمره ده وسنه ده قعد لحد الساعه 5. قال لك ايه بقى؟ قال لك سب وقصف. انا اتوجه لي سب وقصف للوزير، وان انا دخلت طبعت تذاكر 350 وكنت عايز ادخلهم بالعافيه رغم اللوائح والقوانين، وان قصر محمد علي هيقع وده غريب. يعني قصر محمد علي هيقع وما فتحوا لكم الحفله اصلا، والحفله من تنظيم وزاره السياحه اللي المفروض كانت بتشارك في التنظيم. انا بشكر حضرتك جدا احمد عبد الرحمن ابو زهره، بشكرك جدا على المجهود اللي انت عملته، لكن احنا اسفين ما باليد حيله. احنا قدام دلوقتي مجموعه جرائم يا جماعه. نمره واحد، في مواطن مصري شاب مصري اكتشف ان في يعني واحد من اشهر عازفي الكمان في العالم عنده رغبه ان هو يلف العالم احتفالا بعيد ميلاده ال 70، الكمانجه بتاعته عمرها 450 سنه، واحد من اشهر العازفين اتكرم على ايد امبراطور اليابان، استقبلته ملكه بريطانيا، بيستقبلوا رؤساء العالم. احمد مشكورا نظم هذه الزياره واقنع الراجل انه يبدا بمصر، وجاي معاهم اعلاميين علشان نشجع السياحه في مصر. وزارة السياحة مشكورة قالت له خلاص هاتهم، لكن بعتت له موظفين يستقبلوا الراجل اللي بيستقبله امبراطور اليابان، احنا خلينا موظفين في السياحة يستقبلوه، مش مشكلة مع كامل احترام الموظفين طبعا. بعد كده نظرنا له حفلة في الأقصر فالراجل انبسط، فقلنا نستغله كمان وكمان عشان ندعم السياحة في مصر، فالراجل ابدا يعني ترحيبه، وقلنا هنتبرع بالدخل ده لصندوق تحيا مصر، يعني كلها منافع. فوزارة السياحة راحوا لقصر محمد علي، لكن تقريبا تليفون وزير السياحة مش مع تليفون وزير الآثار فما كلموش بعض، ومحدش راح حضر الحفلة منهم، لكن الألمان اللي هم بعيد تنين كانوا مهتمين جدا بزيارة هذا الرجل. ثم تم إهانة الفنان الكبير جوه مكان الحفلة أو القاعة، والسفير الألماني رفضوا يدخلوه جوه القاعة علشان شوية موظفين 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 ما يهمهمش أي حاجة في البلد دي. والحقيقة ده منتهى الفشل والإجرام في حق السياحة في مصر عموما. ثم تيجي بقى الإهانة الأكبر، إن فنان كبير زي فنان عبد الرحمن أبو زهرة بسنه ده موظف يتقول عليه ويقدم فتقعده في الاسم لحد الساعة 5 لمجرد إنه موظف مش عارف ينسق مع موظف وزارة تانية. عموما احنا هنشوف ايه اللي حصل في هذه القضيه، وخليها بقى قدام الساده وزراء وزيري الاثار ووزير الاثار والسياحه. متشكرين جدا على حسن تعاونكم على افشال السياحه في مصر الحقيقه.